السلام عليكم ورحمة الله. عدنا لكم مرة أخرى في محاضرة جديدة من سلسلة محاضرات برنامج معالج النصوص على مايكروسوفت أوفيس وورد الإصدار 2010. محاضرة اليوم بخصوص الجداول. يوفر برنامج الوورد إمكانية إنشاء جدول بطريقة سهلة، ويمكن التحكم بنوع الإطار، الألوان، الخطوط، وإمكانية ترتيب المحتوى أبجدياً. يوجد عدة طرق لرسم الجدول، أكثرها كفاءة هي النقر على شريط إنسرت أو إدراج واختيار جدول تيبل. ننقر على هذه الأيقونة، تظهر لنا هذه النافذة. هذه النافذة نختار منها عدد الصفوف وعدد الأعمدة، أو بالإمكان الذهاب إلى إدراج جدول لتظهر لنا هذه النافذة، نختار منها عدد الصفوف وعدد الأعمدة. فمثلا عدد الأعمدة هو 5 وعدد الصفوف 2 وعرض العرض ثابت للعمود تلقائي وغيرها من الأمور. موافق، سوف يتم رسم الجدول بناء على المعطيات التي اخترناها. نلاحظ أنه هذا الجدول تم رسمه بعرض الصفحة على كامل عرض الصفحة، وتم تقسيم المسافة بالتساوي بين الأعمدة. لاختيار كل خلايا الجدول نضع المؤشر على هذه الزاوية، طبعا حسب الإصدار اللي تشتغل عليه. يعني ممكن يكون هذا الإصدار العربي يكون باليمين، لكن بالإصدار الإنجليزي يكون باليسار. فنضغط هنا لاختيار كامل الجدول، نقرأ واحدة فقط بالماوس على هذه العلامة لاختيار. كذلك تستخدم هذه لتحريك الجدول من مكان إلى مكان آخر، لتغيير قياسات الجدول يدويا نضع المؤشر على الجهة المقابلة. يعني لو كان هذه العلامة بهذا المكان، فالجهة القطرية المقابلة هنا هذا المربع الأبيض، نستطيع من خلاله تقليل قياسات الجدول يدويا. نلاحظ أنه الجدول سوف يقل حجمه 2 dimension باتجاهين، ويبقى التوزيع متساوي لكل الأعمدة. فإذا هذه الطريقة لتصغير الجدول، تصغيره بالكامل، يعني يصير التصغير مو على عمود واحد فقط. لكن لو أردنا في أغلب الأحيان نحن نحتاج إلى تصغير عمود معين، كأن يكون احنا مثل ما نعرف لو كنا نريد نطبع قائمة أسماء، فأول عمود يكون هو عمود التسلسل. عمود التسلسل يكون دائما صغير، وعمود الاسم يكون كبير، يعني عرض العمود أكبر. فكيفية التحكم يدويا بعرض عمود معين، نأتي إلى حافة العمود. هذه حافة العمود عندما نقف عليها نجد أن المؤشر يصبح بهذا الشكل. ننقر بالماوس ونسحب فيصغر حجم العمود. أما إذا أردنا أن نتحكم بارتفاع خط معين، أيضا نقف هنا لتتحول المشيرة، نمسك بالماوس بالفأرة ونسحب. هذه الطريقة تكون التكبير والتصغير يدويا حسب رؤية المستخدم. يعني ما راح يكون التكبير والتصغير دقيق بالسنتيمتر والمليمتر. لو كان المطلوب انه عرض محدد بالسنتيمترات بوحدات قياس معينة، سنتيمتر او مليمتر او انش، كيف تكون هذه الطريقة؟ نذهب الى تظليل كامل الجدول مثل ما تعلمنا منها، وننقر نقرة يمين ونذهب إلى خصائص الجدول أو Table Properties. سوف تظهر لنا هذه النافذة، نختار صف أو رو ونحدد ارتفاع
ننقر على هذه نلقاها ما موجوده مفعله هذا الشكل، يعني هي اوتوماتيكلي ننقر عليها حتى تفعل، وراح احدد ارتفاع الصف. نلاحظ هذه 8 ملم، هذا 1 سنتيمتر، لو ردناه 1 سنتيمتر قلنا له موافق، راح يخلي لي 1 سنتيمتر لكل الاعمده. خصائص الجدوى، لو ردنا العمود ايضا نقدر نتحكم بالعمود، ارض العمود خلينا نقول 1.5 سنتيمتر، بالامكان تغيير الوحدات ايضا من هنا نسبه مئويه او بالسنتيمتر. موافق راح يكون بهذا الشكل. حتى اختار عمود كامل لجدول فقط اقف اعلى العمود، سوف تتغير المشيرة الى هذا السهم الاسود الغامق، انقر عليه سوف يتم تظليل عمود كامل. لو اردت تظليل صف معين اقف هنا، ويتم تظليل عمود ايضا بالسهم الاسود. نقرة مزدوجة، هنا نقرة واحدة تظليل العمود، نقرة واحدة، بينما هنا نقرة مزدوجة. حتى أملي بيانات الجدول، هذا الجدول أريد أملي بياناته، فقط أقف في داخل الجدول وأبدأ بالكتابة. أحمد علي لو أردنا إضافة خلايا أخرى يكفي أنه بتحريك أقف في أي مكان بالجدول والضغط على زر التاب باستمرار الضغط سوف يقوم بإضافة سطور أخرى. أحمد علي زينب، لو اعتبرنا درجات طلبة 90 85 وغيرها، تملي الدرجات للطلبة. لو أردنا حشر السطر، يعني مثلا عندي درجة 90 أريد أخليها هنا، عندي درجة 90 أريد أخليها هنا، أنقر نقرة يمين أقف على هذا السطر، لا أي خلية من خلايا هذا السطر، هنا أي مكان أنقر يمين وأختار إدراج أو إنسان، راح يسألني تريد إدراج 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 أعمدة إلى اليسار، إدراج طبعا من موقع المشيرة، إدراج عمود إلى اليمين، إدراج صفوف للأعلى وإدراج صفوف للأسفل، هذا بناء على موقع المشيرة. أنا الآن وقفت في هذا المكان فأريد أدرج أسفل المشيرة صف، فنختار مثل ما قلنا إدراج وصفوف للأسفل، صار عندي صف هنا و90 بهذا الشكل. وبالأعمدة طبعا أيضا بالإمكان أنه لو أردنا مثلا هنا وإدراج عمود إلى اليمين، إدراج أعمدة إلى اليمين، صار عندي عمود هنا واضحة إن شاء الله. حتى أكبر الجدول، عند تكبير الجدول راح تتكدس مثل ما لاحظت هسه، احنا تكدست هذه، يعني احمد الجدول ارتفاع الصف اكبر من الكتابه، فلاحظ انه احمد صارت الجهه اليمنى العليا وكذلك باقي الاسماء وكذلك هذه الارقام. فحتى ارتب الكلام مالتي ماذا اعمل؟ اظلل الجدول كامل، من اظلله من هذه العلامه يتم تظليل الجدول كامل، وانقر نقره يمين
وأذهب إلى Cell Alignment، تنسيق الخلايا، اللي هي هذه محاذاة الخلايا، تنسيق الخلايا، وأختار منها هذه الخيارات: توسيط، ونختار أيضا بهذا. صارت الأسماء مرتبة بالخلايا. بالإمكان الوصول طبعا إلى هذه المحاذاة أيضا من هذا المكان. التخطيط والتصميم من تخطيط من أدوات الجدول، تخطيط بالإمكان مباشرة اختيار هذه المحاذاة، هذه أنماط المحاذاة، بالإضافة إلى دمج خلايا، تقسيم خلايا، تقسيم جدول، سوف نأتي تباعا لنتعرف عليها. من أهم الأدوات هي دمج خلايا وتقسيم خلايا، وذلك لحاجتنا في بعض الأحيان إلى أن ندمج خليتين مع بعض، كأن يكون أحتاج أن أدمج هذه الخليتين، نقوم بتظليل هذه الخليتين ونختار دمج هذه الخلايا لتصبح خلية واحدة. ممكن هنا يكون المبلغ، وهنا يكون رقماً وكتابة، أو العدد أو الدرجة رقماً وكتابة بهذا الشكل. حتى أغير ألوان الإطار أو أغير نمط الإطار، أقوم بتظليل الجدول وأذهب إلى تصميم ديزاين، وأختار من هذه، يعني مثلا هذه، من هنا أختار الإطار، نوع خط الإطار، سمك الإطار، لون الإطار، وما إلى ذلك من حدود. هذا القلم بهذا الشكل، بإمكان فقط النقر وتغيير، تغيير لون خط الرسم، ممكن تغيير لون خط الرسم، بهذا الشكل، تقوم بالرسم بالماوس بهذا الشكل. بالماوس تنقر الماوس وتسحب القلم لتقوم برسم الحدود. وبالإمكان أيضا اختيار نمط من أنماط هذه الأنماط الجاهزة لتلوين الجدول. حتى نغير اتجاه الكتابة، في بعض الأحيان نحتاج إلى تغيير اتجاه الكتابة، أيضا اختار الخلايا المطلوب تغيير. مثلا هذا العمود أنا أريد أغير اتجاه الكتابة، أريد أخلي الكتابة عمودية، فننقر، نقوم بتظليل هذه الخلايا، تظليل هذا العمود، ونقر يمين، ونختار التكست دايركشن أو اتجاه النص. هذا هو اتجاه النص، هذا اتجاه النص، النص يكون بهذا الشكل أو يكون بهذا الشكل حسب. هذا منطيني يعني نموذج عن كيفية النص، لو اخترت هذا راح يكون من الأسفل إلى الأعلى، لو اخترت هذا راح يكون من الأعلى إلى الأسفل، هكذا بهذا الشكل. حتى أدمج عدة خلايا مرينا عليها اللي هي الميرج سيلز، حتى أقسم خلايا، يعني هذه الخلية أنا أصلا دمجتها قبل قليل، لو أريد أنه من تخطيط أقسم الخلايا، أرجع أقسم الخلايا، من أضغط على تقسيم الخلايا راح يسألني كم عدد الأعمدة اللي تريدها أو عدد الصفوف. بالإمكان هنا أنا أختار أكثر، يعني أقول أريد هنا فرد أربع أعمدة وصفين، نلاحظ أنه صار تقسيم للخلية حسب ما طلبت أنا وحسب الحاجة لتصميم الجدول.
حتى أرتب السطور تصاعديا أو تنازليا وحسب محتوى عمود معين اعتمادا على قيم عددية أو نص. يعني ممكن أنه أرتب إبجديا بناء على قيمة عددية أو بناء على نص ترتيب إبجدي. أنقر داخل الجدول وأنقر شريط Layout قرنا هنا وأنقر أيقونة A to Z. Layout فرز التخطيط فرز السبب هو هذه الخلايا الموجودة. نقوم بدمج هذه الخلايا دمج الخلايا إعادة تقسيمها إلى صف واحد وعمودين حتى تكون بنفس المفهوم. نقوم بتظليل هذه ونقول فرز A to Z. يطلب من عندك فرز حسب النوع وتصاعدي أو تنازلي. أنت تختار الرقم والفقرات إلا موافق تسعين ثمانين. هذا اعتبر هذا الصف الأول هو الهدر. اعتبر هذا هو الهدر، يعني كان المفروض هنا يكون عندي أنا الاسم وهنا راح تكون الدرجة. فمن آخر بهذا الشكل ونقول فرز تنازلي بناء على الدرجة أو نلاحظ أنه غير سواء تنازلي ومن يغير كامل الجدول. لو أردنا هسه فرز حسب الاسم تصاعدي نقل سوى تصاعدي زاي والعين والفاء والميم وأيضا كامل الجدول، يعني كل من يعني تتغير من يتغير موقع الاسم درجاته أيضا تتغير معه. وهذا يعني كثير من الأمثلة ممكن أن واحد يسويها، يسوي الجدول ويخلي به مجموعة درجات لمجموعة مواد ويختار كيفية ترتيبه أبجديا تصاعديا أو تنازليا. نأتي الآن إلى عملية إدراج معادلة أو تطبيق معادلة معينة، مثلا إيجاد مجموع عناصر عمود معين. فراح يضيف سطر في نهاية الجدول، بالبداية نضيف سطر في نهاية الجدول يصير في المجموع، وقلنا طريقة إضافة السطر هي بخلال التاب، أو طريقة أخرى أنه نأتي إلى نهاية الجدول نأتي إلى ونضغط إنتر سوف يقوم بفتح صف جديد. نقف هنا ونذهب إلى شريط اللاي أوت ونختار الـ X sum above. هذه هي الصيغة، يعني اجمع، هاي المعادلة هي اجمع above ما موجود في الأعلى وموافق سوف يقوم بجمع هذه الدرجات حتى أجد مجموع عناصر. يعني لو كان عندي هنا مثلا 75 وهنا عندي 50 وأريد هنا أن أجمع صيغة sum to the right لليمين راح يقوم بجمع. يجي واحد يقول لا أنا أريد هسه إحنا شو أخذنا شلون نضيف صف لكن ما أخذنا شلون نضيف عمود. أخذنا شلون نضيف عمود بالحقيقة لو أردنا هنا نقول هذه 25 ما أنا مملية عندي بس بعد ما أخلي عمود للإضافة، فراح أجي كليك أيمن هنا وإدراج وأعمد إلى اليسار يضيف لي عمود هنا. داخل هذا العمود اجي على ال f of x و sum of right حتى ينطيني المجموع. نلاحظ انه هذه الخلية صارت رقم صار تكدس بالاعلى. نأتي مثل ما قلنا من تخطيط بهذا الشكل ونخليها متوسطة حتى امسح اطار خلية معينة. انقر داخل الجدول وانقر ديزاين وايقونة ارايزر. أنقر داخل الجدول وأذهب إلى ديزاين تصميم و
وأذهب إلى ممحات الممحات لأقوم بمسح أي إطار أنا أريد أمسحه، سواء بهذا الشكل أو بهذا الشكل. بهذا الشكل ما أريد أخرج منها ومنها مثلا. وحتى أخرج من هذه الممحات أضغط على Escape لتعود المشيرة كما كانت. حتى أمسح سطر كامل أو عمود كامل أنقر داخل الجدول في أي مكان ونقر يمين وأذهب إلى حدث خلايا Delete. سوف يقوم إزاحة حدث صف، إزاحة خلايا اليمين، إزاحة خلايا الأعلى. هذا اللي يهمني، يا أما أريد حدث صف كامل فراح يقوم بحدث صف كامل، أو أقف هنا وأختار نقر يمين وحذف خلايا وحذف عمود كامل وراح يحذف لي هذا العمود. حتى أمسح كامل الجدول، حتى أمسح كامل الجدول أنقر، أقوم بتظليل الجدول بشكل كامل ونقر يمين ونختار حذف جدول بهذا الشكل. تم حذف الجدول بالكامل. إلى هنا تنتهي محاضرة هذا اليوم من سلسلة محاضرات برنامج معالج النصوص المايكروسوفت أوفيس وورد الإصدار 2010. شكرا جزيلا لحسن استماعكم ومتابعتكم. آملين أن نلتقي بكم في سلسلة أخرى لشرح برنامج آخر من برامج المايكروسوفت أوفيس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.